السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناة نوشانيل للوصفات. إذا كنتم زوار جدد للقناة أتمنى أن تشتركوا في القناة لكي تتوصلوا بكل جديد، بكل وصفة أضعها جديدة وتستفيدوا منها أيضا. وأيضا لا تنسوا أن تشاركوا هذا الفيديو وأي فيديو قمت بوضعه مسبقا على القناة، وذلك لكي يستفيد الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فيديو اليوم كما رأيتم في العنوان وهو عن السكر والفازلين. بالنسبة لفوائد المكونين الاثنين سوف أضعها كما عودتكم سابقا، سوف أضعها في صندوق الوصف لكي تتعرفوا عنها جميعها، كما أن يعني فوائد السكر وفوائد الفازلين الصحية والجمالية غنية عن التعريف. إذن فيديو اليوم سوف أحتاج فيه إلى ملعقة من السكر الخشن وملعقة من الفازلين، أي فازلين متوفر في البيت. يمكن استعمال الفازلين الطبي الصحي المتواجد بالصيدليات أيضا، فهو يبقى أول فازلين يعني رائع جدا للجلد. أما عن طريقة تحضير هذه الوصفة، هي مزج الملعقة من السكر الخشن، أؤكد أن يكون سكر خشن مع ملعقة من الفازلين. أقوم بمزج الخليط جيدا ثم أستعمله في الاستعمالات التالية، وهي مفاجأة الفيديو. يعني أولا لن تستغني عن هذه الوصفة، وأنا أؤكد لك أنك لن تستغني عنها أبدا، خصوصا في فصل الشتاء، بما أن فصل الشتاء يعني الجلد يتقشر، تظهر لنا عدة يعني الجلد يصبح جاف نوعا ما، فإذا هذه الوصفة سوف تساعدك جدا. يكفي فقط وضعها أو فرك الجسم بها من مرة إلى مرتين فقط في الأسبوع. أما بالنسبة لليدين أيضا، فيمكن تقشير اليدين يوميا قبل الذهاب إلى المدرسة، قبل الذهاب إلى العمل، الجامعة، إلى أي مكان، إلى أي مناسبة مثلا، تقومين بفرك اليدين جيدا بهذه أو بهذا المزيج من السكر والفازلين، وبعد ذلك سوف ترين نعومة رائعة جدا. تشطفين يديك جيدا بالماء، ودون وضع أي كريم سوف ترين أن يديك أصبحتا ناعمتين. أيضا يمكن تقشير الشفتين بها قبل النوم. علما فقط أن هذه الوصفة ليست فقط للنساء بل أيضا للذكور أو للرجال، فالعديد من الرجال فالعديد من الرجال يعانون من الشفتين المتقشرتين أو الجافتين، خصوصا في هذا الفصل، هو فصل الشتاء، فصل البرد، فيكون الطقس نوعا ما غير لائق بالجلد. فهذه الوصفة تساعد جدا جدا، يمكن استعمالها أيضا قبل أو عفوا بعد الحلاقة، يعني ترطيب الجلد بها. فعلا وصفة رائعة جدا. المفاجأة الرهيبة وهي أن فازلين والسكر الخشن يستعملان في تبييض الأسنان وتنظيفها من التسوس، من الجير، ومن الاصفرار، ومن كل مشاكل الفم واللثة أيضا. فيكفي فقط كما سبق وذكرت خلط المزيج ووضعه على فرشاة أسنان ثم فرك الأسنان به لعدة دقائق، وبعد ذلك تنظيف الفم جيدا بالماء، وبعدها يمكن وضع قطرات من الليمون في الفم. سوف أضع جميع الفوائد، جميع الاستعمالات أسفل في صندوق الوصف. إذا كان هذا هو فيديو اليوم، لا تنسوا لايك، وأيضا لا تنسوا أن تضعوا لي جميع أسئلتكم أسفل في التعليقات وسوف أجيب عليها بكل سرور. شاركوا الفيديو لكي تعم الفائدة، وإلى اللقاء.